السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي متتبعي موقع كلام المفيد. درسنا اليوم سيكون حول برنامج أو تطبيق بلاي ستور، سوق بلاي. هذا البرنامج يعتبر برنامج أساسي على كل جهاز أو على كل هاتف، حيث في كثير من الأحيان عند شراء هاتف مستعمل أو هاتف جديد قد نتفاجأ بعدم وجود متجر سوق بلاي أو بلاي ستور في الجهاز، أو ربما نقوم بحذف التطبيق عن طريق الخطأ من الجهاز. وكما نعلم أن تطبيق بلاي ستور لا يمكن الاستغناء عنه في أي هاتف أندرويد، حيث يعد المصدر الأساسي أو الرئيسي لتحمي تطبيقات هواتف الأندرويد بطريقة سلسة وآمنة. ولهذا سنرى في هذه التدوينة أو في هذه الحلقة طريقة تحميل وتثبيت تطبيق بلاي ستور على هاتفك النقال. تابع معي. الآن نذهب مباشرة لتحميل التطبيق، حيث رابط التطبيق موجود في أسفل التدوينة مع صندوق التقييم الخاص بالتطبيق. لا تنسوا وضع التقييم المناسب للتطبيق. نضغط هنا، ننتظر لتحميل الصفحة، ثم نذهب مباشرة إلى هنا، نضغط هنا. نلاحظ أن البرنامج يحمل الآن، أو نقوم بتحميل البرنامج مباشرة من الهاتف. تابع الطريقة. نذهب مباشرة للهاتف، نقوم بفتح الهاتف، دخول إلى رابط التدوينة أو الموضوع للموقع، ننتظر قليلا. نذهب مباشرة بالضغط على تحميل البرنامج، نضغط هنا. ننتظر قليلا. ثم نذهب مباشرة بالضغط هنا. الآن تلقائيا سيتم تحميل البرنامج أو التطبيق على الهاتف. نلاحظ أن التحميل جاري، ننتظر حتى يكتمل التحميل ثم نتابع. الآن انتهى الهاتف من تحميل البرنامج أو التطبيق. نضغط على البرنامج، نقوم بتثبيت البرنامج. البرنامج مثبت عندي سابقا بإصدار قديم. نضغط على أوكي. الآن ننتظر حتى يكتمل تثبيت البرنامج. نلاحظ أن البرنامج يشتغل، ولكي نتأكد من الإصدار أن هو نفس الإصدار الذي قمنا بتثبيته، على فكرة هذا هو الإصدار الأخير حاليا. نعم بالفعل هو الإصدار الجديد. هذا هو درسنا اليوم. تسرنا زيارتكم إلى الموقع أو الاشتراك معنا على صفحة الفيسبوك، ثم الاشتراك بالقناة بالضغط هنا، أو ضع الإيميل الخاص بك لكي تصلك أو لكي يصلك جديد الموقع. في النهاية أو في الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في درس آخر أو مع تدوينة جديدة إن شاء الله.